شكرا سيد النائب المحترم على سؤالكم. اولا، موضوع التكوين تشكل حلقه رئيسيه في السياسه اللي تعتمدها الوزاره باش تاهل الفاعلين والموارد البشريه للقطاع، باش نرفعوا من التنافسيه من خلال تحسين شروط السلامه وجوده الخدمات. في اطار مسلسل الحوار القطاعي اللي تنباشروه مع المهنيين منذ دجنبير، شكل هذا الموضوع احد المحاور اللي تم التطرق اليها، وفي هذا الصدد تم خلال 2022 العمل على مواصلة برنامج مجانية تكوين السائقين المهنيين بغلاف مالي سنوي ديال 100 مليون درهم، وتمديد الأجل ديال التسجيل ديال السائقين. الشروع منذ أبريل 2022 في عملية تسجيل سائقي السيارات الأجرة للاستفادة أيضا من هذا البرنامج. تعزيز عرض التكوين بمختلف الجهات، حيث بلغ عدد المؤسسات المرخصة حاليا 58 مؤسسة عوض 25 في سنة 2019. في هذا الإطار ديال المجانية ديال التكوين، بلغ إلى حدود نهاية 22 عدد السائقين المسجلين لدى مؤسسة التكوين حوالي 100 ألف، واستفاد منهم 52 ألف، وغادي يتم المواصلة خلال سنتي 2023 و2024. فيما يخص اللوجيستيك، تطوير تكوين الكفاءات تشكل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية كيف تتعرفوه، وأعدت الوزارة مع الوكالة بشراكة مع الأطراف المعنية مخطط وطني للفترة ما بين 2020 و2024، وتم تكوين 4350 طالب خلال فترة 2021 في مسالك التكوين المهني، كذلك 5400 في إطار التعليم العالي، وأيضا استفاد أزين من 1400 مستخدم من التكوين المستمر في مهن نقل البضائع واللوجستيك. وشكرا.